يا أيها المبعوث بالرحمات منزلا باليمن والبركات، صلى عليك الله يا خير الورى من طاب للميثاق الدعوات. يا أيها المبعوث بالرحمات منزلا باليمن والبركات، صلى عليك الله يا خير الورى من طاب للميثاق الدعوات. ظنوا بأن سهامهم ستنال من من قد حباه الله خير صفاتي، من كان ثالثه الإله مؤيدا لما احتمى في الغار في الظلمات. ظنوا بأن سهامهم ستنال من قد حباه الله خير صفاتي، من كان ثالثه الإله مؤيدا لما احتمى في الغار في الظلمات.